بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. الموديل اللي انتوا شايفينه ده على الفيديو ده اتطلب مني، وكتير قوي بيسألوا بيقولوا هي ده فكرته ايه؟ الشال ده فكرته ايه؟ أولا هو مش شال، ده كاب. طيب الكاب ده بيتعمل ازاي؟ وحبيبتي اللي قالت لي معلش اعملي يعني اشرحي لي الفكره بتاعته دي ازاي بتتعمل. هو سهل وبسيط جدا جدا، وانا الكاب شرحها على القناه عندي. طيب نسمي الله ونشوف الكاب ده بيتعمل ازاي. بص حضرتك، ده اللي انا رسمته على الورق قدامي عشان اشرح لكم عليه. اولا هو كروازيه من عند الكتف، يعني واخد الكروازيه من الكتف ده، والجزء اللي تحت ده داخلي بيتقفل بزرار من على الكتف التاني. طيب نشوف هنعمل ايه. حبايبي ما تنسوش اللايكات، والحبايبنا الجداد اللي ما اشتركش يشترك معانا، ان شاء الله هتستفيدوا. طيب انت هتجيبي ورقة الباترون بتاعتك، تروح حضرتك تانيها كده. بصي بقى انا عامله زي، امشي بالظبط زي ما انا بعمل كده. ادينا احنا تنيناها بالشكل ده. طيب بتاخدي المقاسات بتاعتك، دوران الصدر، دوران الجناب، دوران الوسط، عرض الكتف بتاعك. احنا مش عايزين اكتر من كده. وطبعا طول الظهر لان انت بتشتغلي عليه محيط اكبر. خلاص تروحي حضرتك اتني فرخ الباترون بالطريقة اللي انا عملتها. ادي الفرخ الباترون اهو، هنتني كده اتنين، وتروحي عاملة كده ده خط الاكتاف. هتاخدي دوران العرض بتاع دوران الرقبة، وده حبايبي انا شرحاه وقلت لكم بيتجاب ازاي بطريقه سهله وبسيطه وبيبقى مظبوط. طيب ازاي تاخدي دوران صدرك بدون اي زيادات ولا اي حاجه، بتقسميه على اتنين اربع مرات. يعني حضرتك ادي دوران الصدر بتاعك وليكن 80 على اتنين 40 على اتنين 20 على اتنين 10 على اتنين 5. تيجي للخمسة دي بقى، دي في عليهم واحد، بقوا 6 سنتي. تيجي حضرتك من على خط الأكتاف من عند نص الأمام بالشكل ده، وبتاخدي 6 سنتي بتوعك. احنا عايزينه يبقى مقفل على الرقبة، عايزاه مريح، بتجيفي 1 سنتي وبتتحركي كده 1 سنتي حسب ما بتحبي. خلاص هتيجي تضيفي عليهم دول 2 سنتي، وتنزلي بخط عمق الرقبة بالشكل ده. خلاص احنا كده ده 8 سنتي، ضفنا على 6 دي 2 ونزلنا بال8 سنتي. تيجي بقى تروحي عاملة كده بالطريقة دي، تاخدي 3 سنتي منهم كده، وتظبطي ايدك في الدوران بتاع الحردة بالطريقة دي. خلاص بتيجي بتاخدي عرض الكتف بتاعك وليكن 12، هتقيسي كده 12 وتروحي نازلة 4 سنتي كده الميل بتاع الكتف بتاعك. خلاص هتيجي بقى هتنزلي من اول الخط ده بطول الحردة بتاعت الباط بتاعتك والجيرو وبداية خط الباط. احنا قلنا النحيفة 20 سنتي، متوسط من 20 لـ22، ممتلئ من 23 لـ24، وتنزلي بيه من خط الاكتاف فوق كده. ادي كده عملنا الخط بتاع، هنعمل نقط عشان ده ايه ما بيتقصش، جي ايه النقط الوهمية بس عشان بنحدد عليه. بتيجي حضرتك انا بديكوا حبايبي يعني انا مدياكوا التكات بتاعت الباترون البروفايلي
والايطالي حطاهم لك. على فكره البروفايلي هو الايطالي، بس البروفايلي ده اقدم من الايطالي الحديث، برغم ان البروفايلي القديم ده احسن، بيمشي مع تفاصيل جسمك. الايطالي ده لا، وهي نفس النتيجه، بس البروفايلي الميزه اللي فيه ان انت بنفسك بتطلعي التقسيمات بتاعت البنسه وبتحددي مواضيعها وكل حاجه، لكن الايطالي هو اللي بيحدد لك حسب الباترون والخطوات والجزئيات بتاعته. فطبعا ما بيحسبلكيش البنسه، بيديكي مقدار معين ويقول لك يا تزودي يا تنقصي، لا ما بيطلعش مظبوط. وبصراحه لا، اتعلمي البروفايل القديم افضل يعني. خلاص هتيجي بقى، هناخد بقى تكايه عشان الجيرو، لان دي مشكله الناس كلها، يقولوا لك الجيرو حرضه البطن ما بتطلعش معانا مظبوطه. بصي حبيبتي، انت لو نحيفه من خط بدايه البط ده اطلعي عندك من 5 ل 6 سنتي، طيب متوسطه اطلعي 8 سنتي 7 سنتي، طيب ممتلئه من 8 ل 9. احنا طبعا نازلين ب 20 سنتي وليكن، يعني كل دي حاجات افتراضيه، تروحي طالعه بالنقطه بتاعت الجيرو وادخلي كده نص سنتي. ده بصي بقى، ده انا بدمج لك ايه الباترون المسطح مع دي، خلصت الخبره، مع الباترون البروفايل الايطالي المستحدث، كل ده انا بحطه لك في النهايه يطلع معاكي شغلك مظبوط. ده لا يغنيكي عن ان انت تتعلمي الباترون الاساسي البروفايلي، وشوفوه على القناه عندي انا شرحها. هتيجي ترتفعي من هنا 3 سنتي وتروحي داخله 1.5 كده، ونبتدي نعمل هنا، ادخلي من 1.5 حسب حجم جسمك لغايه 3 سنتي، وهتروحي اعملي الاول كده. بصي امشي بنقط وتروحي يطلع معاكي حردة البط عندك مظبوطه. وفي فيديو انا عاملاه على القناه، الدرس ده مهم جدا يا حبايبي، للكم والبط والجيرو. طيب احنا كده خلاص، هتاخدي بقى تنزلي بقى طول الظهر بتاعك كام، هناخده من هنا كده وليكن 40، هتقيسي ال 40 وحطي نقطه. ناخد بقى النقط الوهميه بتاعتنا عشان نجيب ايه الوسط بتاعنا، وزي ما قلت لكم ده كده مش هيتقص النقط الوهميه، وتروحي موصله كده. طيب هنيجي بقى ننزل 18 سنتي من الوسط، وده ثابت لاي مقاس عاده، وده في المتوسط يعني، ده طول الجنب بتاع حضرتك. هتنزلي كده 18 سنتي وتروحي برضو ناخد المقاس بتاعنا. طبعا انت واخده المقاسات بتاعتك بتشتغلي على الربع، ها، عشان تخلي بالك يعني، وتيجي حضرتك تعملي كده. احنا طول الكاب لغايه معدي خط الجنب او المحيط اكبر، يعني قولي ب5 سنتي كمان، يعني تيجي هنا تيجي كده وانزلي 5 سنتي كمان، ادي كده عملنا الطول بتاعنا بالشكل ده. ونروح خلاص، هتيجي بقى تظبطي، سواء نظبط او ما نظبطش مش مشكله، وتروحي خارجه كده بالتوسيع بتاعك. التوسيع بتاعنا بتقسيه من الوسط للديل، تشوفيه هيطلع معاكي مثلا هنقول 18 وتاخدي 5، قولي 20، يعني هتخرجي كده هتاخدي العشر بتاعها، تاخدي 2 سنتي، لان احنا بناخد العشر بتاع الطول زائد 2. عايزه تزودي 2 تزودي، تخليه زي ما هو ماشي، وتروحي عامله بالشكل ده. ادي عملنا الباترون الاساسي. الخلف بتشتغلي برضو بنفس الطريقه، بس ما بتتنيش بقى الورقه بتاعت الباترون، لما نوصل له هقول لك. هنيجي بقى نشتغل على الكاب بتاعنا. هتعملي ايه؟ هتيجي بقى احنا هنا ده خط الصدر ربع،
الصدر، ربع الوسط، ربع محيط اكبر. هنعمل ايه بقى؟ حضرتك هتيجي تاخدي تلت الصدر بتاعك كله، تقيسي الصدر بتاعك كله وخدي التلت بتاعه وضيفي عليه 2 سنتي وخرجي بالخط بالشكل ده. يبقى احنا خرجنا بتلت الصدر زائد 2 سنتي. ملناش دعوة بالوسط، هتيجي لمحيط اكبر، هتخرجي برضو من النقطة بتاعت التوسيع اللي احنا عاملينها بقى من هنا بالربع برضو بالتلت زائد 4 سنتي. يبقى احنا هنا لحظة واحدة بس نظبط. يبقى احنا هنا خرجنا من ربع محيط اكبر بالتلت، التلت بتاعه يعني بتقيسي المحيط الاكبر بتاعك وبتروحي واخده التلت بتاعه، ويبقى تلت محيط اكبر زائد 4 سنتي. هنا في الصدر خدنا 2 لكن في المحيط اكبر اخدنا 4. تروحي حضرتك هتيجي بقى توصلي بالشكل ده، هتيجي بقى تروحي خارجة بخط الكتف بتاعك على امتداده بالطريقة دي ونروح موصلين بقى ده. بصي هتروحي موصلة كده اهو، احنا هنا هنوصله للديل بتاعنا برضو اهو. يبقى انت هنا عملتي امتداد للكتف بيتقابل مع الخط اللي انت اخدتي فيه تلت الصدر وتلت محيط اكبر. بتيجي من هنا بقى عشان نعمل الدوران اللي هو ده، الدوران ده وتظبطيه ازاي. هتيجي بقى من الركن كده انزلي من 5 ل6 سنتي وتروحي نزلة بدوران كده. طبعا انت هتظبطي بقى هيمشي معاكي بالشكل ده. ده بيديكي ارتياح في الدراعين لما تيجي تلبسي الكاب. تقولي طيب نعمله كلوش ما نعملهوش كلوش، والكلام اللي يعني اللي بيتعمل عشوائي ده ما ينفعش. بالطريقة دي ده بأسلوب يعني مدرسينه وهو دوت الصح، بتعملي بالشكل ده. طيب هنيجي بقى نشوف القصة بتاعتنا دي هنعملها ازاي. نقص بقى، تيجي هنا ترتفعي 1 سنتي برضه عشان ايه بقى ايه واضح كده. طيب تعملي كده، موديل سهل بسيط جدا يا حبايبي وجميل وشيك جدا. وحبايبي اللي بيقولوا عليه شال، لا ده مش شال، ده اسمه كاب. هنيجي بقى نروح قصين بقى، وممكن على فكره انت تعمليه طويل ومفتوح، يعني انت تعمليه بالشكل ده واخده بالك، تعملي مرد 3 سنتي وتعمليه كاب مفتوح من الامام. يعني ممكن تغيري في شكل الموديل، انت عندك الاسس اشتغلي عليها، مش لازم تعمليه كروازيه كده، ممكن تعمليه وده بيبقى شيك جدا على فكره، وبصراحه موديل رائع يعني. وممكن تحطي له فرو على بدل الياء تحطي فرو عادي يعني. هتيجي بقى نروح قصين بقى، ادي عملناه بالشكل ده.
اهو بصي بقى طلع معاكي ازاي الباترون اهو. ليه بقى احنا اخدنا دول مع بعض كده وتنينا الورق؟ عشان نرسم القصة بتاعته. القصة بتاعته دي ممتدة من عند الكتف، ادي الكتف اهو. طب نعلم برضو عشان نبقى مظبطين، ادي الكتف اهو، تحددي كده، ده الكتف اهو، احنا كده حطينا العلامة بتاعتنا، ادي الكتف اهو، وادي الجزء، بس عشان يبقى واضح قدامك، وده الكتف. هتيجي بقى تروحي حضرتك نازلة كده، وتروحي واخداه بدوران للآخر كده اهو، ادي انت القصة، اديك قصة رسمتيها كده بالشكل ده. طبعا انت هيبقى معاكي الورق طويل، هتبقى القصة معاكي بالشكل ده، بتوصليها بدوران لغاية الجنب الاخر بالطريقة دي. تروحي قصة بقى، ادي بيطلع معاكي بالشكل ده. تروحي بقى حضرتك، احنا كده اخدنا الجزء ده، ده كتف اهو عشان تبقي فاهمه، ده الكتف ودي القصه. هتيجي بقى حضرتك تروحي حاطاه على باترون ورقة باترون تانية، عشان احنا عايزينه يلف لغاية الكتف الناحية التانية. هتروحي عاملة كده، تروحي ماشية كده، تحددي بقى كله، هنحدد كله خلاص. ادي يعني انت بصي، طيب انا هوضحها لك اكتر. ادي احنا اهو، تجيب الجزء المقصوص تحطيه كده، انا بس بسهل لك الامر. يعني انت هتجيب ورقة باترون تاني، هتجيبي ورقة باترون تاني عشان نعمل الجزء التحتاني ده. هتروحي عايدة الرسم تاني بالشكل ده اهو، هو سهل بسيط يا حبيبي، مش صعب ولا اي حاجة. ولما تعمليه وتلبسيه وتلاقيه شيك، هتنبسطي جدا ان انت نفذتي حاجة جميلة. يعني ادي نقلناه تاني اهو، لسه الجزء ده ما عملناهوش. ماشي، ادي دي الجهة. خلي بالك انت لما تيجي ترسميه يبقى تقفليه من على الناحيه اليمين، لان احنا العراوي بتاعتنا الحريمي المرد بتاعك بيبقى تحطيه على المرد التاني على الشمال، يعني من اليمين، وتروحي حطاه على الايه اللي على ايدك الشمال خلاص. تخلي بالك وتنتبهي من الجزئيه ديت. ادي عملتيه بالشكل ده، هتيجي بقى ادي الكتف بتاعنا اهو، هتروحي برضو تقومي بقى تعملي كده عشان تظبطي الدنيا معاكي اهو، تقلبي ورقه الباترون كده عشان يطلع معاكي مظبوط والاتنين قد بعض. تروحي حضرتك عاملاه كده،
ادي الجزء الثاني نقصه بقى. ادي هتروحي بصي بقى تروحي حاطه الاتنين على بعض بالطريقه دي اهي، يطلع معاكي كده زي الموديل بالظبط. بتيجي حضرتك تروحي عامله عروه من على الكتف دي هنا، والزرار هيبقى من تحت. هتيجي برضو هنا هتعملي عروه والزرار زي الموديل بالظبط زي ما انت شايفاه. ادي سهل بسيط ما فيهوش اي حاجه. طبعا انت هتعمليه طويل عشان الورقه معايا صغيره، بس انا حبيت اقولك الفكره وتعمليه ازاي. سهل بسيط، امشي بنفس الخطوات اللي انا عاملاها وان شاء الله يعني هتظبطيه. اعمليه الاول على ورق زي ما انا عامله كده وحطي الجزئين على بعض. ادي هنا هيبقى فيه عروه اللي فيها الزرار، زرار كبير، والناحيه الثانيه عروه وهيبقى في الزرار. وممكن من هنا تعملي زرار داخلي وعروة صغيرة عشان يتشبك فيها، عشان ايه ما يبقاش سايب او يضايقك في اللبس. خلاص. طيب هتيجي بقى تعملي الياقة، اعملي الياقة الحريمي، ودي انا شرحاها على القناة، حضرتك شوفيها وتتنفذ زي ما هي. بتيجي بتعمليها فين بقى؟ من اول هنا. ادي تيجي من هنا تروحي واخده الجزء الاولاني، انا برسم لك دي الياقة اهي. الياقة التانية بقى بتاخديها بصي بقى من الجزء اللي تحت ده، الياقة هتبقى اهي، بتروحي مخرجاها من فوق دوت. فاهمة ازاي؟ يعني الياقة انت خلاص خلصتي كل ده، بتركبي الياقة وانت بقى بتلبسي بتروحي مخرجه الياقه اللي انت عملتيها فوق الجزء التاني دوت، تطلع معاكي بالشكل ده. سهل بسيط ما فيهوش اي حاجه. اي استفسارات يا حبايبي اكتبولي، واي توضيح مش فاهمينه ان شاء الله اوضحه لكم، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه. وحبيبتي اللي بتسالني بتقولي الفكره، ادي الفكره بتاعته سهله وبسيطه، بس اعرفي الاسس بتاعت الكاب وانت اي موديل في الكاب هتعمليه، وده ممكن ينفذ على موديل طويل وتعملي له مرد من الامام بعراوي وزراير. وده كان فيديو بتاعنا النهارده، واي موديل لاي حاجه ابعتوا لي حبايبي، وان شاء الله انا هنزل بقيه البطرونات سواء بقى على الصفحه في بطرونات مرسومه لحبايبنا واللي بيطلبوا البطرونات المرسومه، عندي حاجات جميله جدا على الصفحه، شوفوها ان شاء الله تستفيدوا منها. واللي عايزه اي جزئيه اي حاجه اشرحها انا على استعداد، طبعا عمري ما هخبى عليكم معلومه ولا اي حاجه. انا القناه عاملاها كلها كورس مجانا لاي موديل، لان الموديل ده مش اي حد هيشرحهولك بالطريقه اللي انا شارحه بيها. وان شاء الله ربنا هيوفقكم والقاكم على خير ان شاء الله الفيديو القادم. السلام عليكم.